السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي. في تلخيص لكل وحدة في التاريخ أهم الشخصيات المعبودات والآلهة، تمام؟ في مادة التاريخ، أول حاجة احنا بنتكلم عن حضارة بلاد العراق القديمة وحضارة فينيقيا. الدرس الأول حضارة بلاد العراق القديمة. أولا بنك المعرفة العام، تمام؟ أول حاجة جددت العراق دماء حضارتها من جهة الجنوب، هي إيه؟ الجزيرة العربية. طيب تعارض سنحاريب مع أعمال البناء والجمال لما هدم بابل وإيه؟ لما هدم بابل وخربها. طيب ثالث حاجة تعددت وظائف الذكورة اللي هي المعابد الدينية والإيه؟ والثقافية. يبقى تعددت الوظائف الدينية والثقافية، وظائف المعابد أو الذكورة. طيب حينما ظهرت الكتابة المسمارية، حينما ظهرت الكتابة المسمارية بالعراق زادت وظائف المعبد، تمام؟ يبقى هي اللي زادت وظائف المعبد الكتابة، ظهور الكتابة المسمارية. طيب كانت العراق التجارة العراقية مع الشام كثيرة، ليه؟ للقرب وقلة التكاليف. يبقى كانت التجارة العراقية مع الشام كثيرة للقرب وقلة التكاليف. ستة حدائق بابل تدل على براعة التصميم الهندسي والمعماري. حدائق بابل تدل على براعة التصميم الهندسي والمعماري. اختلفت الحضارة السومرية للحروب والصدمات، والسومر وهي ايه؟ سومر هي السبب تكون الدويلات بالعراق. يبقى اختفت الحضارة السومرية للحروب، وسومر هي سبب ايه؟ تكون الدويلات. يعني ايه دويلة؟ تصغير دولة. تصغير ايه؟ دولة. زي ما بقول شجيرة، شجيرة تصغير شجرة، تمام؟ يبقى سبب تكوين الدويلات بالعراق هي ايه؟ سومر. طيب كانت قوانين حمورابي قوية صلبة ذات طابع ومرجع ديني. يبقى كانت قوانين حمورابي قوية وصلبة ذات طابع ديني ومرجع ديني، تمام؟ طيب بقيت آثار الفراعنة لظهور النضج السياسي لمصر. يبقى هي ظهور النضج السياسي ده بسبب ايه؟ آثار الفراعنة، تمام؟ بقيت لظهور النضج السياسي لمصر. طيب جاء أول غزو للعراق من جهة الشرق، تمام؟ الفرس. يبقى الفرس هي أول من جاء غزو للعراق ايه؟ من جهة الشرق. طيب تأثرت ايه؟ تأثرت الطبقة الدنيا بالسياسة الخارجية للعراق. تأثرت الطبقة الدنيا بالسياسة الخارجية للعراق. كان السبب المشترك في سقوط الدول التفكك السياسي. يبقى التفكك السياسي هو كان السبب المشترك في سقوط الايه؟ الدول، لان التحالف السياسي هو ايه؟ سبب تطور الدول وقيام الدول، تمام؟ وتقدم الدول. ولكن التفكك السياسي هو كان السبب المشترك في ايه؟ في سقوط الدول. أراد حمورابي تخليد أعماله فكتب قوانينه على حجر صلب. على حجر صلب. كانت الخدمة العسكرية إلزامية وقت الحرب، خاصة فين؟ في آشور. أصبح التجنيد إجباري في العهد الآشوري. يبقى أصبح التجنيد إجباري في العهد الآشوري. كان العراق آخر أيامه تبادل لنفوذ الرومان والفرس. تبادل لنفوذ الرومان والفرس. اشتركت أشور وكلدانيون أنهم من أصل إيه؟ عربي. يبقى أشور وكلدانيون مشتركين في أن هما الاثنين من أصل عربي. حينما أصبحت الخدمة العسكرية إلزامية زادت إيه؟ الطبقة الدنيا. ليه؟ زي ما احنا قلنا هنا في رقم 11، لان الطبقة الدنيا بتتأثر بالسياسة الخارجية.
فبالتالي برضو أصبحت الخدمة العسكرية عندما أصبحت إلزامية زادت الطبقة الدنيا. طيب، أدى تطاحن المدن السومرية إلى هزيمتهم من أكاد. يبقى تطاحن المدن السومرية إلى هزيمتهم إيه؟ أدى إلى هزيمتهم من أكاد. اشتركت حدائق بابل مع هرم سقارة في إيه؟ يبقى حدائق بابل وهرم سقارة الاتنين مشتركين في الفن والعمارة. الاتنين مشتركين في إيه؟ في الفن والعمارة. طيب، العراق حضارة عظيمة افتقدت لإيه؟ إلى الاستمرارية. يعني إيه افتقدت إلى الاستمرارية؟ يعني لو كانت استمرت كانت هتفضل الحضارة موجودة وعظيمة، ولكنها كانت في وقتها، فافتقدت إلى إيه؟ الحضارة، حضارة العراق العظيمة افتقدت إلى الاستمرارية. تمام؟ طيب، اللي بعده. أول مرة وصل العراق للبحر المتوسط في عهد بابل الأولي. بابل الأولي تميزت سومر بتعدد المراكز الحضارية. تميزت سومر بتعدد المراكز الحضارية. اللي بعده. كانت حضارة آشور فين؟ فوق الجبال. كانت حضارة آشور فوق الجبال. اختلفت العراق عن مصر في الملكية الزراعية وطريقة تدوين الوثائق في ايه بقى؟ في البردي اللي هو الورق البردي وحجر واخشاب. بردي وحجر واخشاب. طيب، هدفت قوانين حمورابي الى تحقيق السلام الاجتماعي. هدفت قوانين حمورابي الى تحقيق السلام الاجتماعي. اول من استعمر العراق من الغرب المقدونيين. يبقى المقدونيين هم اول من استعمر العراق منين؟ من ناحية الايه؟ الغرب. طيب، قلت المنافذ البحرية للبضائع العراقية طول حكم مين؟ طول حكم السومريين. يبقى في حكم السومريين قلت المنافذ البحرية للبضائع الايه؟ العراقية. عبدت عشتار في مصر والعراق وايه؟ وفي نيقيا. عبدت عشتار في مصر والعراق وفي نيقيا. نجح سرجون الاول، هو اسمه سرجون الاول، نجح في ايه بقى؟ تحقيق النضج السياسي في العراق عن طريق اول وحدة للعراق سنة 2350 قبل الميلاد. يبقى نجح سرجون الاول في تحقيق النضج السياسي للعراق عن طريق أول وحدة للعراق سنة 2350 قبل الميلاد. زاد النشاط التجاري للعراق في عهد الكلدانيين. يبقى في عهد الكلدانيين زاد النشاط التجاري للعراق. طيب، ازدهر النحت بالعراق للاهتمام به. ازدهر النحت بالعراق للاهتمام به. لم يمنع تفوق أشور العسكري الإبداع في إيه؟ في الفنون المتنوعة. لم يمنع تفوق أشور العسكري الإبداع في الفنون المتنوعة. طيب، سومر الأعظم ثقافيا بالعراق. سومر هو إيه؟ الأعظم ثقافيا في العراق. خالفت آشور قواعد الحكمة والإدارة السليمة لموارد العراق. زي ما قلنا إيه في الأول، في عهد الإيه الآشوريين نفس الكلام ده. يبقى خالفت آشور قواعد الحكمة والإدارة السليمة لموارد العراق. أهم أسباب سقوط سومر النزاعات الإيه الداخلية. أهم أسباب سقوط سومر النزاعات الايه الداخلية. يتمثل وجه الخلاف بين اكاد والكلدانيين في ايه؟ مواجهة الغزو الاجنبي. يتمثل الخلاف او وجه الخلاف بين اكاد والكلدانيين في مواجهة الغزو الاجنبي.
تشابه حمورابي مع نبوخذ نصر. يبقى في ايه؟ تشابه بين حمورابي ونبوخذ ايه؟ نصر. كانت التجارة في الشام تجارة ايه؟ داخلية. في عهد مين؟ في عهد بابل الأولي. في عهد بابل الأولي. طيب، أخذت مصر من العراق الثور المجنح. أخذت مصر من العراق الثور المجنح. الطبقة الدنيا الأكثر عددا لأسباب اقتصادية وعسكرية، زي ما احنا قلنا برضو الطبقة الدنيا هي ايه؟ هي الأكثر عددا لأسباب ايه؟ زي ما احنا قلنا كل ما زاد الإلزامات العسكرية أدى إلى ايه؟ إلى زيادة الطبقة الدنيا. فالطبقة الدنيا دي ليه هي أكثر عدد؟ لأسباب اقتصادية وعسكرية. طيب، اهتم العراقيون بالخير لوجود القوانين والتشريعات. اهتم العراقيون بالخير لوجود القوانين والتشريعات. كان ملوك العراق يتم تتويجهم بالذكورة. الذكورة زي ما قلنا يعني المعابد. يتم تتويجهم بالذكورة، أي أن للمعبد وظيفة سياسية زائد الدين والثقافة. وظيفة سياسية زائد الدين والثقافة. أظهرت آثار العراق في جمدة والورقاء على تفوقهم الإيه؟ الاقتصادي. تفوقهم الإيه؟ الاقتصادي. ارتبط الاقتصاد العراقي بالطبقة الوسطى. ارتبط الاقتصاد العراقي بالطبقة الوسطى. انتشرت عبادة شمش في العراق في بابل الأولي. انتشرت عبادة شمش في العراق في بابل الأولي. استفادت الزراعة باختراع التقويم الشمسي. يبقى استفادت الزراعة باختراع التقويم الشمسي. اللي جاية دي احنا قلناها قبل كده، ارتبط الدين بالسياسة في العراق في نظام الايه؟ الدويلات. تمام، في نظام الدويلات. تعددت الجبهات الساحلية ببابل الأولي والايه؟ والكلدين. تعددت الجبهات الساحلية ببابل الأولي والايه؟ والكلدين. كان مرجع قوانين حمورابي هو الايه؟ المصدر الديني. يبقى المصدر الديني كان ايه؟ كان مرجع قوانين حمورابي. كان ايه؟ مرجع قوانين ايه؟ حمورابي. معابد العراق بنيت متأثرة بايه؟ بالفن المصري، زي ما احنا قلنا الفن والعمارة. يبقى المعابد متأثرة، يعني معابد العراق متأثرة بالفن المصري. كانت الحدود الشرقية والغربية الأخطر على العراق. يبقى كانت الحدود ايه؟ شرقية وغربية. يعني دايما ايه نقول ايه؟ يعني نفتكرها بيمين وشمال، يعني شرق وغرب عشان ما نتلخبطش. يبقى كانت الحدود الشرقية والغربية الأخطر على العراق. بعده، سقطت أشور لعدم حسن إدارة الموارد. يبقى ليه سقطت أشور؟ لعدم حسن إدارة الموارد. وصلت العراق لقمة النضج السياسي في عهد سرجون الأول. وصلت العراق لقمة النضج السياسي في عهد سرجون الأول. سومر الأكثر تعرض للحروب الداخلية، زي ما احنا قلنا سقوط سومر بسبب ايه؟ بسبب الحروب الداخلية. تشابهت العقيدة المصرية والعراقية، ولكنها اختلفت في ايه؟ في الإيمان بالحساب بعد الموت. يبقى العقيدة المصرية والعراقية متشابهين، ولكن الاختلاف الوحيد في الإيمان بالحساب بعد الموت. كانت العراق تتحرى الدقة والعدالة في التجارة بدليل استخدام ايه؟ المكاييل والأختام. يعني ده دليل ان هما كانوا فعلا بيتحروا الدقة والعدالة في التجارة
في وقتها يعني استخدام ايه؟ المكاييل، المكاييل يعني الميزان يعني، والايه والاختام، ان في كده ايه دقة وعدالة يعني، ان يكون حاجة مختومة تكون يعني موثقة يعني. طيب اكثر الاماكن العراقية لقيام الحضارات هي ايه؟ هي الوسطى. طيب تواصلت مصر والعراق في جمدة نصر والورقاء وجرزة. تمام، جمدة نصر والورقاء وجرزة. تشابهت التربية في أشور وأسبرتة، فهي ايه؟ عسكرية. التربية في أشور وأسبرتة في ايه؟ في ان الاتنين عسكرية، في أشور وفي أسبرتة التربية في الاتنين ايه؟ عسكرية. كانت التجارة عبر الفرات ودجلة اسهل من الشمال للجنوب حيث الايه؟ الانحدار. طبعا دي يعني النقطة دي شرحة نفسها، ليه؟ لان التجارة كانت يعني عن طريق الايه؟ النهر. طبعا احنا عارفين في العراق في دجلة وفي الفرات، احنا عندنا هنا في مصر نهر النيل وفي العراق دجلة والفرات. طب ليه التجارة كانت أسهل من فوق لتحت يعني من الشمال للجنوب؟ لأن في انحدار، فبالتالي مجرى المياه بينزل منين؟ من فوق لتحت، فبالتالي ده كان بيسهل التجارة وقتها، يبقى حيث الايه؟ حيث الانحدار. تمام، يعني في حاجات كده دايما ما نحفظهاش كده زي ما هي، نكون فاهمينها علشان نقدر ان احنا نفتكرها بسهولة واحنا بنحل في الامتحان. طيب ارتبط توسع ملوك العراق بتطور ايه؟ التجارة والصناعة. طبعا تطور التجارة والصناعة، يعني احنا كمان عد يعني وقتها في العراق عدوا اكيد مرحلة الزراعة لايه؟ ان هما دخلوا في الصناعة، بدأ في تصنيع وبالتالي بدأ في ايه؟ في تجارة. فبالتالي توسع ملوك العراق ارتبط بايه؟ بتطور التجارة والصناعة. طيب تشابهت الكلدانيون والأشوريون في حكمهم للعراق وأصلهم من الجزيرة العربية. تشابهت الكلدانيون والأشوريون في حكمهم للعراق وأصلهم من الجزيرة العربية. خلت الحياة الدينية، خلت يعني ايه؟ يعني ما فيهاش، يعني خلت الحياة الدينية في العراق من الوصول لإيه؟ لتوحيد الآلهة. يعني ايه؟ يعني الحياة الدينية في العراق مفيش حاجة اسمها ان يبقى فيه اله واحد، لا، كل قبيلة او كل جزء من الناس بيعبدوا اله معين، فبالتالي خلت الحياة الدينية في العراق من الوصول لتوحيد الآلهة. طيب زادت اعداد الطبقة الدنيا بالعراق لاسباب ايه؟ زي ما احنا قلنا برضو عسكرية واقتصادية، وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة أعداد الطبقة الدنيا في الإيه؟ في العراق. اخترع السومريون الكتابة المسمارية لغرض اقتصادي في إيه؟ في المعاملات التجارية، المعاملات الإيه؟ التجارية. تعود شهرة العراق في الصناعة إلى وفرة الخامات المعدنية. تعود شهرة العراق في الصناعة إلى وفرة الخامات المعدنية. برع الأشوريون في العمارة من أجل إظهار إيه؟ عظمة دولتهم، إن هم برعوا في العمارة وقتها عشان يظهروا عظمة إيه؟ الدولة، من يعني العمارة فيها كانت قد إيه عظيمة يعني. تمام، طيب تأثر نظام الحكم في العراق بإيه؟ بالطابع الديني، دي قلناها برضو. حكم سرجون الأول وسرجون الثاني العراق، والذي ربط بينهم هو الإيه؟ الأصل الواحد. علمنا من الأشوريين أن استمرار الدولة لا يحققه القوة العسكرية وحدها، يعني مش بس القوة العسكرية وحدها هي اللي بتخلي او بتجعل الدولة تستمر او هي التي تضمن استمرارية الدولة. تمام، ولكن الاشوريين يعني قايلين لنا ان احنا
او ان هم يعني بيقولوا ان الدولة العسكرية، القوة العسكرية لا تحقق استمرار الدولة وحدها، وبالتالي طبعا في قوة اخرى هي التي تحقق استمرارية الايه الدولة. تمام. طيب، سعد قوانين حمورابي الى الاستقرار الاجتماعي. سعد قوانين حمورابي الى الاستقرار الايه الاجتماعي. اتسمت فترة ما قبل سرجون الاول بالنزاعات الداخلية السياسية وتدوين مظاهر الحضارات الايه المختلفة. يبقى اتسمت فترة ما قبل سرجون الاول بالنزاعات الداخلية السياسية وتدوين مظاهر الحضارات الايه المختلفة. يدل تتويج الملك في الزقورة على ان للملك ايه سلطة دينية. اقر حمورابي انه من يقوم بعملية جراحية تؤدي للوفاة يعاقب، يعني ان اي حد بيعمل عملية جراحية تؤدي للوفاة ان هو ايه يعاقب. تدل على اهتمامهم بايه، هي مش محتاجة طبعا، تدل على اهتمامهم بالطب. يبقى ان حمورابي انه يقر ان من يقوم بعمليات جراحية تؤدي الى الوفاة فانه ايه يعاقب. ده يدل على اهتمامهم بمجال الايه الطب. طيب، اختلفت الحضارة المصرية والعراقية في ايه، في ملكية الارض الزراعية. في ملكية الأرض الزراعية. تواصل رمسيس الثاني مع العراق، كان إيه؟ كان تواصل ديني. تواصل رمسيس الثاني في العراق أو مع العراق كان تواصل ديني. سقوط حضارات العراق كلها كان إيه؟ بسبب تنافس المدن، لأن في الحضارات بتتنافس وبالتالي بتسقط. مفيش تحالف، مفيش يعني نوع من انواع الود، لا، كان في تنافس مستمر، وده طبعا ادى الى سقوط الحضارات في العراق. طيب، من اهم مظاهر تعدد الآلهة العراقية تقديس الظواهر الطبيعية. زي ما احنا قلنا ان العراق كانت وقتها تخلو من توحيد الآلهة. يعني ايه؟ يعني مش كله بيعبد إله واحد، لا، ده كل جزء أو كل قبيلة بتعبد إيه إله معين. فبالتالي من أهم مظاهر تعدد الآلهة العراقية تقديس الظواهر الطبيعية. يعني في اللي بيعبد الشمس، في اللي بيعبد القمر، في اللي بيعبد يعني أي حاجة من الظواهر الطبيعية. تمام كده. طيب، تحول الخدمة العسكرية لتكون إلزامية فزادت اعداد ايه، زي ما احنا قلنا، الطبقه الايه الوسطى. طيب، كان الهدف من هجره العرب للعراق هو الاستقرار. اللي بعده هو اخر حاجه في البنك المعرفه. اكثر ملوك العراق تشابهوا مع حمورابي هو ايه، زي ما احنا قلنا في الاول، نبوخذ نصر الثاني. افضل فترات تواصل مصر والعراق دينيا في الدولة الحديثة، زي ما احنا قلنا، دينيا. دينيا يبقى ايه؟ زمن رمسيس الثاني. يبقى دايما اول ما نقول رمسيس الثاني وعلاقته بالعراق نفتكر ان هو ايه، ان دي علاقة دينية فقط. يبقى افضل فترات تواصل مصر والعراق دينيا في الدولة الحديثة زمن رمسيس الثاني. ظهر الآلهة شمس بالعراق في دولة بابل القديمة. في دولة ايه؟ بابل القديمة. قوانين حمورابي دليل على وجود ايه؟ ضوابط تحكم المجتمع. ضوابط ايه؟ تحكم المجتمع. تميز ملوك العراق عن ملوك فينيقيا بالايه؟ بالخبرة العسكرية. تميز ملوك العراق عن ملوك فينيقيا بالإيه؟ بالخبرة العسكرية.
ارتبطت الحياة الاقتصادية بالعراق بالطبقة الوسطى. ارتبطت الحياة الاقتصادية بالعراق بإيه؟ بالطبقة الوسطى. استفادت حرفة الزراعة بتقدم العراق في إيه؟ في الفلك. استفادت حرفة الزراعة بتقدم العراق في إيه؟ في الفلك. ارتبطت السياسة بالدين بالعراق عن طريق إيه؟ نظام دويلات المدن، إن كل دويلة وليها يعني أسلوبها الديني في إيه؟ في العراق. طيب إحنا كده خلصنا بنك المعرفة، ندخل في أهم الشخصيات ونعرف كل واحد إيه وظيفته، أو يعني إيه المهام اللي عملها وقت إيه في العراق. طيب أول حاجة سرجون الأول، ده مين بقى؟ أول من وحد العراق في أكاد، ويشابه مينا في مصر. يعني عندنا مينا موحد القطرين في مصر، سرجون الأول هو أول من وحد العراق. تمام، يعني سرجون الأول ده زيه زي مينا عندنا احنا ايه في مصر. تاني واحد هو حمورابي، ده عمل ايه بقى؟ تلات حاجات: أول مشرع في التاريخ في بابل الأولي، وأعاد إعمار بابل، وبنى معبد لرمدروخ، هو اسمه كده لرمدروخ. التلاتة أصدر 282 مادة عرفت بإيه زي ما احنا قلنا بقوانين حمورابي، أملاها عليه الإله شمش دينية. طيب سرجون الثاني، سرجون الثاني ده ايه بقى؟ ده كان اشوري من اشور، كون جيش قوي سيطر على ايه؟ على بابل وعلى مصر وعلى الشام. كون جيش قوي على بابل، سيطر على بابل ومصر والشام. طيب سنحريب، تمام، عمر نينوي. نينوي دي يعني ده مكان، منطقة معينة اسمها نينوي، وخرب بابل. يعني عمر نينوي وخرب ايه؟ بابل. طيب نبوخذ نصر الثاني، تمام، ده ايه؟ بابل الثانية، قوة صلب اداري ماهر. ده يعني كان راجل، يعني كان اداري ماهر، حكم العراق والشام، وقضى على يهود اورشليم، وكمان هو صاحب برج بابل وحدائق بابل المعلقة. ده مين؟ ده نبوخذ نصر الثاني اللي احنا ايه لسه قايلين عنه من شوية. في بقى تحتمس الثالث، ده اشترك معه اهل فينيقيا في معركة مجدو ضد الحيثيين. اشترك معه اهل فينيقيا في معركة مجدو ضد الحيثيين. سبعة رمسيس الثاني، طبعا ده لسه قايلين، ده قاد معركة قادش وأول معاهدة سلام، وعزز الوجود المصري في إن؟ في سوريا، ونقل عشتار لمصر، وزادت العلاقة التجارية في عهده مع إيه؟ مع فينيقيا. ده مين؟ ده رمسيس الثاني. طيب احنا كده خلصنا الشخصيات، ندخل على أهم المعبودات. الزاقورة، الزاقورة ده هو المعبد في العراق، وكان له دور ديني وثقافي وحفظ السجلات وتتويج الملك. آنو ده كبير المعبودات بالعراق وهو السماء. أيل ده صاحب الكلمة في فينيقيا. عشتار ده إله الحب والحرب، ونقلت لمصر زمن رمسيس الثاني وإيه ولاتينا. بعل ده رب الخصب والنماء، يعني ده إيه؟ دي أسماء الإيه؟ الآلهة عندهم، يعني معبودات، تمام. وفي عشتار ده واحد تاني، إله الخصب وزوجة بعل بفينيقيا. وفي أزون أو
أدونيس ده قوة الشمس المتجددة. تمام، ده كده الدرس الأول. طيب نيجي بقى لإيه، للدرس الثاني، حضارة فينيقيا. أولا بنك المعرفة زي ما احنا أخدنا في الدرس الأول. طيب سميت فينيقيا بهذا الاسم ارتبط بإيه؟ بالنشاط الاقتصادي. تميزت بعلبك بالنقل البري، يعني حتى نفتكرها بعلبك أو لها به نقل إيه؟ بري. خلفت فينيقيا بابل وأشور في توجههم السياسي. اتجه الفينيقيون للبحر للموقع ووفرة الأخشاب بالغابات والموقع الجغرافي. وصلت علاقة مصر وفينيقيا ذروتها في الدولة الحديثة لأسباب اقتصادية وعسكرية وسياسية. بدأت علاقة مصر وفينيقيا منذ الدولة القديمة علاقة إيه؟ تجارية. يبقى العلاقة من مصر وفينيقيا منذ الدولة القديمة كانت علاقة تجارية. فينيقيا أول من عرف الرجاء الصالح، اللي هو طريق رأس رجاء الصالح بإيه؟ بمحيطيه. طيب أول يعني من عرف الرجاء الصالح بإيه؟ بمحيطيه، يعني اللي حواليه يعني. تمام، وجد أقدم تبادل حضاري مع فينيقيا في مدينة الجبيل. نشطت التجارة الفينيقية للموقع الجغرافي. أشهر صناعات فينيقيا هي صبغة الملابس. أشهر صناعات فينيقيا هي صبغة الملابس. ساهمت الجبيل بدور ثقافي هائل للعالم. كانت تجار طبقة وسطى بالعراق وعليا بإيه؟ فينيقيا. يعني كانوا التجار طبقتين، في العراق طبقة وسطى وفي فينيقيا طبقة عليا. كان هدف تعاون نكاو مع فينيقيا اقتصادي. عشتار الحب بالعراق، ولكنها ربت الخصب بفينيقيا زي ما احنا هنا قلنا، فاكرين اهو اللي الحب والحرب، ونقلت لمصر زمن رمسيس الثاني. تمام، وقلنا هنا تاني إله عشتار، تاني إله الخصب وزوجة بعل بفينيقيا، يعني هي إله حب في العراق وربة الخصب في فينيقيا. أخذت مصر الشام بغرض اقتصادي وأمني. أدى موقع فينيقيا إلى ازدهار تجارة صناعة حضارة. يبقى موقع فينيقيا أدى إلى ازدهار الصناعة والتجارة والحضارة. كانت التجارة قمة الأنشطة في فينيقيا. يبقى كانت قمة الأنشطة، التجارة كانت قمة الأنشطة في فينيقيا. مجلس الشيوخ هيئة رئيسية في سياسة فينيقيا. هو ده مجلس الشيوخ. اشتركت فينيقيا ومصر انهم وسيط حضاري وتجاري. وسيط حضاري وتجاري. تتمثل اهم العوامل التي زادت من مشقة النشاط الزراعي في فينيقيا طبيعة الارض والتضاريس. يعني دول من اهم العوامل اللي زادت من مشقة النشاط الزراعي، يعني ما كانش سهل قوي ان يبقى في زراعة بشكل يعني بالشكل اللي هم عايزينه، لان طبيعه الارض والتضاريس ما كانتش ثابته، ما كانتش مسهله قوي موضوع الزراعه، فبالتالي زادت من مشقه النشاط الزراعي. طيب تشابه النظام السياسي لفينيقيا مع النظام السياسي لسومر. لم يهتم اخناتون بفينيقيا فتمردوا عليه. يبقى مين؟ إخناتون لم يهتم بفينيقيا وتمردوا عليه. سعى ملوك مصر إلى إيجاد علاقة مع فينيقيا بهدف
حماية المجال الحيوي والاستفادة من ثرواتهم. فينيقيا، قمة الهرم الحضاري، العراق اليمين، مصر اليسار، الجزيرة العربية القاعدة. يعني الهرم الحضاري عندها مكتمل، يعني كان موقع فينيقيا عندها حضارة ذات هرم مكتمل. ليه بقى؟ لأن العراق في اليمين، على يمينها العراق، وعلى شمالها مصر، والجزيرة العربية كانت ايه؟ القاعدة عندها. تمام. طيب، فشل الكلدانيون الآتية من الشرق في احتلال ايه؟ فينيقيا، وسيطرت مصر على فينيقيا للاستقرار الداخلي لايه؟ لمصر. عشان كده ايه؟ سيطرت مصر على فينيقيا. ساهم الفينيقيون في عهد نكاو في الكشوف الجغرافية، يبقى ساهموا في الكشوف الجغرافية في عهد نكاو. تابوت الجبيل دليل تأثرهم بالنحت المصرية. تابوت الجبيل دليل تأثرهم بالنحت الايه؟ المصرية. ارتبط ازدهار التجارة البحرية بتطور حرفة الايه؟ الصناعة. مش احنا قلنا الصناعة والتجارة هما ايه؟ يعني الاتنين كده في نفس الموازاة، يعني ان ازدهار التجارة وبالتالي بسبب ازدهار الصناعة، والعكس ايه؟ والعكس صحيح. بتطور حرفة الايه؟ الصناعة. طيب، ابتكرت فينيقيا الأبجدية لأسباب اقتصادية. برز دور فينيقيا في اقتصاد مصر في زمن ايه؟ رمسيس الثاني. كانت فينيقيا رأس مثلث الحضارات، فكانت وسيط مهم زي ما احنا ايه قلنا، على اليمين العراق وعلى اليسار مصر والقاعدة الجزيرة العربية. لم تكتمل ديمقراطية فينيقيا لأن ايه؟ الحكم كان منحصر على فئة معينة، فبالتالي ما كانش فيه ديمقراطية، لأن الحكم على ايه؟ مش يعني ما كانش فيه يعني ولا ديمقراطية ولا مساواة، لأن فيه فئة معينة بس، هو ده كان الحكم منحصر عليها. طيب، كانت التجارة الفينيقية العراقية ايه؟ بره. ازدهرت ملاحة فينيقيا للظروف الجغرافية وإنشاء المستعمرات. تمام. يبقى الملاحة في فينيقيا كانت مزدهرة بسبب الظروف الجغرافية وإنشاء المستعمرات. اخترعت الحروف الهجائية للرغبة في تدوين المعاملات والاتصال مع الشعوب الأخرى. تخصص سكان مدن فينيقيا بالنقل البري نتيجة ايه؟ قربهم من حضارات الشرق. كان النشاط الاقتصادي التجاري هو الأول في فينيقيا. كان النشاط الاقتصادي التجاري هو الأول في فينيقيا. أثرت فينيقيا على الحضارات الأخرى من خلال صناعة السفن. أثرت فينيقيا على الحضارات الأخرى من خلال صناعة السفن. كان الاقتصاد هو أول تفاعل بين مصر وفينيقيا، مما أدى لمعرفة الكشوف الجغرافية. تمام. خش في اللي بعده. إطلاق الإغريق لقب فينيكس على أول شعوب على ساحل المتوسط دليل على إيه؟ على التواصل بين الشرق والغرب. تواصل بين الشرق والإيه؟ والغرب. ترتب على اتجاه فينيقيا للبحر، ترتب عليها ايه؟ الاهتمام بالزراعة والصناعة وايضا التوسع الايه؟ الخارجي. اختلفت قرطاج عن فينيقيا سياسيا، واول علاقات مصر وفينيقيا كان في المجال الايه؟ زي ما احنا قلنا، مجال اقتصادي، اللي هي زي تجارة سانفرو. تجارة سانفرو. أكثر المدن الفينيقية حفاظا على مملكاتها هي السور، هي سور، وكان برضو بيستخدموا السور، يعني الاثنين برضو. تمام. طيب، اختلفت فينيقيا عن العراق ومصر معا
في الوحدة السياسية والأنشطة الاقتصادية. يبقى اختلفت معا في الوحدة السياسية والأنشطة الاقتصادية. العامل المشترك بين فينيقيا والإغريق في الدين هو ايه؟ تجسيد المعبودات بصورة بشرية. يعني في عامل مشترك بين فينيقيا والإغريق في الدين وهو تجسيد المعبودات في صورة بشرية. كان الفينيقيين الفضل على العالم من حولهم في الجانبين ايه؟ اقتصادية وثقافية. أدى موقع فينيقيا على البحر بين الشرق والغرب إلى ازدهار ايه؟ ازدهار العمارة الحربية. أثر الموقع الجغرافي لفينيقيا على فن العمارة من خلال بناء الحصون والايه؟ والأسوار. نجح الفينيقيون في الاستفادة من حدودهم الطبيعية الغربية في إنشاء الموانئ التجارية. بنجحوا في الاستفادة من الحدود دي، حدودهم الغربية الطبيعية، في إنشاء الموانئ التجارية. أكثر ملوك مصر وثق بهم الفينيقيون هو تحتمس الثالث. أكثر وجه تلاقي وتشابه بين مصر وفينيقيا في المجال الثقافي ومعرفة الكتابة للعالم. ازدهرت علاقة مصر وفينيقيا بالدولة الحديثة في ايه؟ زي ما قلنا اقتصادية وثقافية وكمان ايه؟ عسكرية. لكن ده ايه؟ زي ما قلنا في الدولة الحديثة. كثرة تعاريك سواحل فينيقيا ادى الى قيام دور فينيقيا الحضري. عشتار اله الحرب والحب في العراق، بينما اله الخصب في ايه؟ في فينيقيا. طبقة التجار هي وسطى تواجدت مع الطبقة العليا. لم تتحد مدن فينيقيا بسبب ايه؟ توجهاتهم العسكرية. بدأ علاقة مصر وفينيقيا قديما منذ الدولة القديمة او ايه زي ما قلنا او سانفرو. اعظم نتاج حضاري فينيقي وجد بمدينة ايه؟ جبيل. ظهر اسم الفينيقيين من خلال صناعة النسيج الايه؟ الأرجواني. النسيج الأرجواني. أهم صناعات فينيقيا هي الإيه؟ زي ما احنا قلنا الأصباغ. إن هم اشتهروا الإيه؟ بالصبغات يعني أو الأصباغ. ارتبطت المعتقدات الفينيقية بحرفة الإيه؟ الزراعة. تعاون مصر وفينيقيا زمن نخاو كان إيه؟ كان تعاون اقتصادي بين مصر وفينيقيا. لم يهتم أخناتون بأهمية فينيقيا لمصر. ليه؟ لأسباب دينية. تعرضت فينيقيا لمحاولة احتلال فاشلة شرقا على يد مين؟ الكلدانيون. زي ما قلنا في ايه؟ في الأول خالص. تعرضت فينيقيا لمحاولة احتلال فاشلة شرقا على يد الايه؟ الكلدانيون. كان اول هدف لمصر من علاقتها بسوريا هو ايه؟ هدف قومي. كان لفينيقيا دور اقتصادي بمصر زمن رمسيس الثاني. تأثر النحت الفينيقي في الجبيل بالفن المصري. ازدهرت تجارة فينيقيا بفضل تقدم ايه؟ زي ما احنا قلنا التجارة يحضرها على طول صناعة. يبقى ازدهرت التجارة في فينيقيا بفضل ايه؟ تقدم الصناعة او حرفة الصناعة. من صعوبات الزراعة في فينيقيا زي ما احنا قلنا طبيعة الاراضي والتضاريس. ابتكر الفينيقيون الابجدية لاسباب تجارية. تمتع اهالي سور بالامان لوجود ايه؟ وجود الاحجار بها. طيب أهم المعبودات بقى عند الفينيقيين في بعل، ده رب
الايه الخصب والانماء. ايل على رأس المعبودات، وهو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في شؤون البشر الدينية. عشتار طبعا احنا قلناه ده اله الخصب وزوجة الاله بعل، وكانت تشاركه في جميع اعماله. ادونيس او ازون الاثنين واحد، يمثل القوة المتجددة في الشمس بعد هزيمة الشتاء. تمام كده، ده بالنسبة لأهم المعبودات عند الفينيقيين. وبكده نكون خلصنا الدرسين. أهم حاجة ان احنا نركز كويس جدا، هما سهلين جدا ان شاء الله كده بالتوفيق والنجاح. الدرس ده كتبه أستاذ أحمد صبري. تمام، أتمنى لكم النجاح والتوفيق. كان معاكم ميس رودينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.